من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. ما كتابك؟ القرآن. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من عدوك؟ الشيطان. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، وحنقول حجرنا مالمه فضل بناء خير كبناء طبعا كهربي شد الحجة النبي صلى الله عليه وسلم كشري عمل للسماء يوم المها أغفظ بضن إن إيغيهين إلى بيش بلو قيدي إلى ما أنتوا يبيش سديه تهي أيام تدل كاسي صوب الني ضي تهي صون للصومة ضي صدق الله بحصد هذي تهي ذكر إله يحس كيسة ضي تهي قرآن الآخريو هذي تهي خلق إله إحسان الله السماء عبادات كنوع يضو ذك لدوان إلهي تبارك وتعالى هنا أقبله وحا إن أردي من بري وأهمان انتي سقالات بشا ذي الحجة ويوم عرفة ما المها إلهي تبارك وتعالى أقوى وين بكم تهي إلهي بات تبارك وتعالى صمد الصك أسود دقا سيدا النبي قشاقي صلى الله عليه وآله وسلم مركزو إلهي وحود بدافع ما لنك إساق أخلق أن لترين كرين إساق أن أكسوني ملائكة إلهي بالرب وحو أقفانا تبارك وتعالى خلائق تبنك عرفتها لأن بالرواة ما لنت أي حجيد عرفة استاجيان ما أنت نوا وحي أسي السعودان واستاجيان من أي تاجيان عاوي بريان برينا عرفة لتشرا بنك عرفة لتاجي دتك أن عرفة تجين وأن حجك تجين وأن شانس كاهلين نبي وحي أوتشي ذي صلوات ربي وسلام عليه أعمال كلو فربضا وأي كم تهي إن بريل الصوم ونبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيلي صون كمالين تعرفه الله تبارك وتعالى وحن كرتشينا يا حساب سنيا إنه يقول رافو أما هو كل رافو دم بيجي سنة كي هرة هي دم بيجي سنة كصوص على مال إنسان كت إنه إلهي تبارك وتعالى أنت سو الذنوب كل رافو وفضل إلهي وليس على الله بعزيز إلهي تبارك وتعالى أدمدي سدو دون وحصية سدو دون وحوجي ذي وحجي ولا ياب لما سيداس درادت صون كي أن صوّدني إن أن كختمنا مالك بريء صون كيسة معنى وين بين أوقف الدّاع أوصل مالك إن الدافع حتى دتك أن صومين أن هري الصومين مالك سين كتاك سدان الصومان سيشانس كا يوقف إذا استان أما مالك هو سبتي سبتي صون صنع مال الصومي كرا جوابت وها نبي جينا كسوغان تهي صلوات ربي وسلامه عليه أدلو أدعد وبخاري مسلم كسوغان وصوران كي مسانيد كسوغان أي نبي كعد صلى الله عليه وآله وسلم ما ننك السبت دا صون صنع إلا صومي كريو وحنا كم دا حديثك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نبي وحو يلي صلى الله عليه وآله وسلم مركو كهل لهي ما ننت جمعدا إنا صون لغو خاسيالين نبي قوحي صلى الله عليه وسلم ما ننت جمعدا أمدكين يوسا صومين إلا إنو مالك كهر يلا الصوم وخميس دا أما أو مالك كدن بي يلا الصوم ومعناها السبت دا وحديث بخاري مسلم كويال من حديث أبي هريرة ما ننت السبت دا يجمعدا هدين لإسراعيه نبي محمد صلوات ربي وسلامه من نص صريح أيو كو أقل هذا إلا صومي كري وكذلك حديث الجويرية السجن في صحيح البخاري نبي صلى الله عليه وآله وسلم حوصه قال الجويرية تبنت حارث أيضا صوما ما لنش معها مركز وحو كويري شالي ما صونت خميس تيواي وحيتر ميا بري ما دوني سايو ما كتل قشنتا إنا تصونتو وحيتر ميا أفرب نبي كويري صلى الله عليه وآله وسلم
haddii aadan berri oo sabti ana soomaynin oo jumcada ku daraynin, khamiistii ka horreysayna aadan soo soomin, oo ay ujeedadaadu tahay inaad jumcada keliya soonto, afur buu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waali wasalam. Way afurtay marka, leanna wax weeye lama ogola maalinka jumcada in soon lagu khaas yeelo, habeenka jumcadana cibaado khaas in lagaga dhigo cibaado lama ogola. Nabigaa diiday sala allahu calayhi waalihi wasalam. Saas daraaddeed buu nabigu sal alay wasalam wuxuu yidhi haddii aad berri oo sabtiya la soomayso dhib ma laha waaye, salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, waa daliil cad. Sidoo kaleeto intaasoo dhan xadiid ka wada cad baa rasuulkeenna ka sugan sala allahu calayhi waalihi wasalam, oo tilmaamaya ama sheegaya maalmaha soonkiisu ugu badnaa inayba ahaayeen sabtida iyo axadda. Waa xadiidka ay soo saareen أهل السنن يا أحمد يا غير كود أي صوصاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كريب نيكا ليدا هذو ابن عباس موليه ساها أي وحو ليا وحا إدري عبد الله بن عباس هي وحا إدري ركلو صحابة كم ذو لتشو غيبا إدري وحي إدري حاسكي النبي أم سلمة وحي يقول هذا واحد سوي ديسا nebigu sallallahu calayhi wa aalihi wasalam maalmaha ugu badan ee uu soomi jiray usbuuca, maalmahee ugu badnaa uu soomi jiray. Kurayb waa tegey, ummu salam wuu u tegey, su-aashii buu weydiiyey, waxay ku tidhi sabtidii axaddu nebiga soonkiisa u badnaa, wuu soo noqday. Raggii dirsaday buu u soo laabtay, markuu u soo laabtayna wuu u sheegay, wuxuu ku yidhi ummu salama waxay igu tiri oo ii sheegto nebiga iiga sheegtay soonkeedu, soonka nebigu inuu u badnaa sabtidii axad. Arrintii waxoogaa waa aqoonsadeen, waa ka degi weyday iyagii oo dhan baa yidhi ina keena marka, war ninkani warka uu inoo sheegay muxuu yahay, ina keena aan soo hubsanne. Waa la israacay, ummu salamaa loo tegey, waxaa lagu yidhi ninkanaan kuu soo dirnay su-aasha inuu ku soo weydiiyo, warkanna wuu nooga kaa keenay ka waran, waa runtii bay tiri. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wa aalihi wasalam soonkiisu wuxuu u badnaa sabtidii axadda, wuxuuna dhihi jiray bay tiri nebigu sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, labada beriba waa laba maalmood oo gaaladu ay ciidaan inaan khilaafaan doonayaa. Yacni maalinna waa axad oo kirishtanka ciida, maalinna waa sabti oo yahuudda ciida, innagana jumcada ciid inoo ah. Labadaa beriba ahlulkitaabka ciidah, aniguna inaan khilaafaan doonayaa, saa darteed baan u soomayaa buu nebigu dhihi jiray bay tiri sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. Idan soonkii nebigaaba sabtiyo axad u badnaa, lama soomi karo sabtida, xaggee ka timid marka? Ma sharcigii nebi maxamed ka dambeeyey baa jira? Yaa, war sharcigii nebi maxamed markuu dhintay waa go'ay, wax gadaashii ka soo degay ma jiro, salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Axaadiistaasna waa axaadiistiisii. Xadiidu junaadat alasdi baa ka mid a nebigan usoo gallay buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, annagoo kooxa oo sooman maalintuna ay jumco tahay. Markaasuu nebigu cunto hortiisa taallay, cuntadan cuna buu yidhi, waan soomannahay baan idhi, shalay ma soonteen oo khamiis tahayd maya, beri oo sabtida ma soomi rabtaan maya, afuura buu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam. Sidaas daraaddeed axaadiista nebiga sal alayh wasalam ee ay culimmada qaarkood ku sheegayaan inay mutawaatir tahay, sida ibnulqayim oo kale ee uu soo arooriyey, abu jacfar altaxaawi iyo abubakar alathram iyo culimmadu soo arooriyeen ee nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam ummadda ugu jideeya soonka sunnaha ah, kulligood sabti way geli karaan. Bisha muxaram soonkeedoo nebigu jideeyey sabti waa geli kartaa, bisha shacbaan oo badankeed nebigu soomi jiray waxaa ku jirta sabti baa ku jirta. Maalmaha cadcad oo bil walba saddexdaa beriye laga soomayo, sabti iyo axad bay ku hagaagi karaan ama sabti bay ku hagaagi karaan. Wahaakadaa axaadiista marka laysu geeyo sabtida sheegaysa in la soomi karo, ibnulqayim calayhi raxmatullah wuxuu leeyahy waa axaadiis aan la tirin karo oo leh iyadana xadda tawaaturka gaadhay waayo, macnaheeduna waa sariix, sugnaanteeduna waa mutawaatira. Xaggee hadalka galay marka? Aan u nimaadno marka xadiidka dadka qaarkood ay ku dhageen oo maalinta soonk sabtidaa soonkeeda ay ummadda ugu diideen yaysa yihiin ha lays weydiiyey, tanaa mudan inaan isdul taagno. Hal xadiid baa soo arooray, xadiidkaasi wuxuu ku yimid oo warinaya a'immada xadiidka qaar ka mid a, waana xadiidka sammaa laga wariyo
مرنا عبد الله بن بصر با كوريا مرنا ولاشي بو كوريا مر حبريرتي بو كوريا مر ابو امام لا كوريا سيابا كلا قديسن بو حديثكو كيمي حديثاسي هو حديث كدها يا نبي صلى الله عليه واله وسلم و خيري هسومينا مالينتا سبتيدا الا صوم واجب وفرض امويه هدي اد ويدان وح كلود افكا جليسان لان عنب اه لان عنب اه اما جيد ما يرحلي مويان وح كل هداد ويدا حتى افرع يعني الرك وعللي ما هسومينا مالينتا سبتيدا الا صوم ليدن كو واجبيه واجب موياني حديث كاس ويان حديث كدد بدني اي هدا وقتي لا جوغو اي ادو اثارينيان او امد صونك كغا جبينيان او ديديه ان سبتيده لا صومو حديث كاسي مركي لو نقدو علمدي علمغان لوغا دنبي سلفكي قرنغي كوباد قرنغي لباد صدحات مخاي كقبين علمدا مركا ديب لو لابتو ان بدنو كميده حديث كاسي وحي ليه وح جيره ما waxaa kamida imaamki jaliilka hay al-imam az-zuhri oo waqtigiisi fiqhiga iyo xadiidkaba loogu noqon jiray ummada ugu laaban jiray al-imam az-zuhri oo ragi xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam umar ibn abd al-aziz u xil saari qoridiisa aha ninkaasi waqtigiisi joogay xadiidka waa inkiray waxaa kamida al-imam al-awza'i alayhi rahmatullah imam ahli ash-sham xadiidka iyo fiqhigaba looga dambay waqtigiisi iyo zamankiisi oo isaguna qarnigii labaad ah xadiidkaasi wuxuu yiri wax jira ma asaguna waa inkiray waan qarin jiray buu ila u faafay waxa isagana sidoo kale to xadiidka yiri waa been waxba kama jiro al-imam malik imam daril hijra imamki madina iyo hijaz isagana fiqhigii xadiidkaba looga dambay qarnigii labaad asaguna wuxuu leeyahay wax dhila qarnigii labaad wuxuu leeyahay wax jira ma وانا بين بولي علماء بدن هلكا سيمرن حديث كما جرى يحيى بن سعيد القطان امام كي قرنغي سلاباد اسغنا نولا اخر كي سي دنتي او اسغنا حديث كي فقه غبا رغي لوغا دنبيا وخي يدي حديث كاسي واخ جرى ما وا انكرا و قرن جرى ها و اسكا الىني جرى امام احمد عليه رحمه الله او كورينيو ائمه و وين قرنغي لباد وي ديدي جيرن حديث كان واخ جرى ما جرى ايدي جرى سؤال با اسوي دين لمرك ور قرون تا هوري حديث كان إني كعمل فلان محاودي ذي مسألة فضوضي سنكرا مواقف توضي وماشي حديث كيس كتاقير قرني كيس دحاد مركي لسوق قاري أياح لماذا قار كم إذا حديث كأي إله ذي واسوغن يح لكن مركي واسوغن يح دهن بواحي اسكود ديان إني اسوافتشيان أحاديث تهوري متواتر كيشيغي سمالين تصبت إذا إن لسومي كرو إيا كان كذيقي إيه دي ذي إني اسوافتشيان باي مركي اسكود ديان waxayna isku waafajiyeen hal suura suurada ay u badan yihiin isku waafajiyeen waxa weey xadiidka dhahay maalinta sabtida lama soomi karo wuxuu khaas ku yahay oo macnihiisu yahay hadaad maalinta sabtida soon ula qasato oo kaliged soomis ama hadaad jumcada la soonto ama axad la soonto ama in badan oo iyaga kamida say qabaan soon aad soomi jirta ku hagaago markaasi waxay leeyihiin lama diidin xadiidkan kuma saabsana ahadiista kale banaysay ba ku tusaysa saasay isku waafajin say u badan yihiin sida imaam tirmidi ibn khuzaima ibn hibban bayhaqi in badan oo aaymadi fiqiga iyo xadiidka kamida waxay mareen inay bal iswaafajiyaan labada xadiid kan marka la yiraahdo waa sugan yahay sidaas daraadeed in la yiraahdo sideedaba lama soomi karaba waxan farad ka ahay lama soomi karayo hatta hada jumcada la soonto hatta hada axad la soonto hatta hada carafa ku hagaagto حتى هذه مالك لكوها اكتل سنة باللوم السومي كري وقول شاذ او تبردرا او رقدن بو قدال كي يميدي اجتهاد اهان اي اي لهدين لكن ما اها مذهب كي سلفك اي مذي سلفك اي فقهدي اي مذاهبتي افرتها اي علم ذي علمي قال لك اسو قاري مذهب اي مرير ما اها سيداس درادت هل حديث او اساقل لسكوها يستو سقنانتيس معنيه سي الدلالتي سنة لسكوها يستو اللبضب ملقو مرنزيا in ummada soonkeeda loo jajabiyo oo intaas oo fadiila loo dhaafiyay wax diin iyo aqal iyo ma ruuxa duu isagu qabay isagay khusaysa laakiin wax weeyaan mas'aladu waa mas'ala waadixa waana mas'ala cad soonkiina hajabinina ibaadadiina dhameystirta sabtidiina sooma soonkii hore si wadan ku darsada kii xataa aan horey u soomin sabtida ha soomo laana kaliged uma qastayee carafu u soomayay sabti kaliya tamaa
qasadkiisu sabti soon ma aha, laakiin qasadkiisu waa carafo soon, sabtina kuma weynaynayo. Nebiguna waa soomi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, sidaan soo cadaynay, bal soonkiisa u badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Marka tashwiishka iyo cibaadada yaan laydinka tashwiishinine, baxdiga intaa ka badani maqaamku ma saamixi karo. Xalayna muxaadaradii waa kaga hadallay faahfaahin, ciddii u baahan halkaasay ka heli kartaa. Marka soonka iyo cibaadada iyo taacada iyo khayrka ha la siyaadsado, hana la badsado, hana lagu khatimo maalintii ugu dambaysay wey, maalinkaasi jaaniskeeda ha dayicina. Sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin, allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin watabiciihim waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin. Allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa waalcafaafa waalghina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نزرع قيم